طيب احنا بنتكلم عن كمان يعني 13,000 قطعة أستراكا أثرية تم العثور عليها بمحافظة سوهاج، وهي قطع فخارية كانت بتستخدم كسجلات في الحياة اليومية عند المصري القديم. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الكشف الأثري وأهميته معانا رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا الأستاذ محمد عبد البديع. صباح الخير عليك يا فندم، لو تكلمنا أكتر عن تفاصيل هذا الكشف الأثري وفي أي منطقة وجد هذا الكشف. أهلا وسهلا، وطبعا بهني مصر كلها والعالم بقدوم إن شاء الله في الأيام القادمة السنة الجديدة، وسنة جديدة وسنة سعيدة على مصر كلها. طبعا الكشف هو في منطقة تسمى قرية الشيخ حمد أو معبد أتريبس. معبد أتريبس ده بيعود إلى العصر البطلمي، يعني من نقول مثلا من أواخر ال 80 أو 50 قبل الميلاد. المعبد طبعا شيده الامبراطور او الملك بطليموس الثاني عشر من اواخر العصر البطلمي، والمعبد طبعا معبد ضخم مع انه معبد سنوي. المعبد الرئيسي لسه ما زال مستمر الكشف عنه. المنطقة طبعا غنية جدا بالاستراكة، وزي ما حضرتك طبعا وضحت دلوقتي ان الاستراكة هي الشقف او هو الورق اللي كان بيتكتب عليه زمان زي الورق بالظبط، يعني هو يعني استعمال بديل للورق في العصر القديم. كان بيتكتب عليه كل المعاملات اليوميه اللي بيتعامل بيها الناس من عقود وعقود شراء وعقود بيع وتصريح للدخول المنطقه معينه او الخروج منها، او معاملات او حسابات اقتصاديه او تجاريه او خلافها. المنطقة الملفت للنظر ان المنطقة طبعا غنية جدا بالاستراكة ديت اللي بتدل على انه كان في هناك في المكان ده موجود ما يشبه مكان تعليمي، لانه في بعض الاستراكة عليها زي كتابات بيعيدها الطالب او يرسمها تاني او في تصحيح ليها، فده دليل على انه كان في مدرسة لتعليم الخطوط وكانوا بيستخدموا الاستراكة دي في عملية التعليم يعني بديل الورق. يعني هو في جزء منها تعليمي، جزء كبير جدا من الاستراكة دي تعليمي، لانه بيبقى موجود الحرف وبيتكرر كم مره في الاستراكة. تقريبا الاستراكة كلها مليانه حروف نفس الحرف هو بيتكرر، ده دليل على انه بيبقى واجب واخده التلميذ او واخده الطالب الصغير بيقول له اكتب ده عشان يعلمه ازاي يكتب الحرف او يكتب الحروف اللي هي. طب هل كان في كلمات جديده او كلمات غريبه تقود الى معلومات ممكن يكون ما وصلنالهاش قبل كده؟ لا، هو الميزه في الكشف ده انه يعني ده بيورينا بقى الحياه الاصليه للشعب المصري في الفتره دي، انه يعني كل المعابد والمقابر الضخمه هي بتعلمنا يعني حاجه سياسيه، بتتكلم عن السياسه وعن الملك وعن حروبه وعن الانجازات بتاعه الملك. ما حد يعني اللي بيدل لنا بقى على الحياه اللي كان بيعيشها الشعب المصري ومعاملاته وايه القوانين اللي كانت موجوده وايه المباح ليه وايه الممنوع وازاي هو كان بيروح مكان معين وبيخاطب وبيكتب مثلا لصديقه او صديقه بيكتب له مراسلات او تصاريح خروج من مدينه معينه او دخول مدينه معينه، وازاي التصاريح دي كانت بتتعمل. كل ده نقدر نعرفه من الاستراكه. فالاستراكه هي الحياه الاصليه بقى، يعني هي ده العيشه الاصليه، هي تعرف منها الاقتصاد، تعرف منها الاجتماع، تعرف منها القوانين، تعرفها من الاماكن السكنيه او المدينه السكنيه. وخصوصا الاستراكه طبعا بتبقى حاجات ما فيهاش يعني مبالغات ولا اي حاجه، حياه يوميه بيعيشها الشعب. فعشان كده بيبقى مهمة جدا للدارسين، لأنه انت عايز تدرس أي شعب وتدرس قوانينه ومعاملاته لازم تدرس الـ 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 الأماكن السكنية أو المواقع السكنية، ولازم كمان تدرس الأستراكة اللي هي ما فيهاش أي حاجة، ده تصريح يعني، ده حاجة مكتوبة يعني، ما فيهاش أي إبداع حتى من الدارس إن هو يتوقع ولا يقول احتمال ولا ممكن ولا ربما. لا،
ده الاستراكه مكتوبه بيقول له مثلا ما تعملش كذا عشان انت ما تحطش نفسك مثلا تحت طائله القانون او تحت طائله الشرطه، فيبقى معناها ان الحاجه دي ممنوعه في الوقت ده، الحاجه دي ممنوعه، او انه عقد بيع وشراء بين حد فيقول له انه البند الاول كذا، او في محاسبات معينه يقول له احنا مثلا هنبعت للمكان الفلاني مجموعه من الاواني الفخاريه مليئه مثلا بالنبيذ او مليئه بالقمح او او او، كل الحاجات دي بتدل على الحياه بقى الفعليه للشعب نفسه. طيب استاذ محمد، لو تقول لنا كده ببساطه ايه اللي بيحصل بعد كشف اثر كبير زي ده؟ هو طبعا اللي بيبقى اهم حاجه الدراسه، يعني فحص ودراسه الاستراكه اللي موجوده او المعلومات، فك الاسرار بقى والكشف عن الاسرار. طبعا والاستخراج بقى اللي هي بقى ايه اللي احنا نقدر نعمل منها نصيغ منها تاريخ، يعني ده بيبقى وثائق خام نسميها مثلا رو ماتيريال، يعني الماده الخام اللي موجوده انا عايز اعمل منها تاريخ، عايز اكتب منها تاريخ واكتب منها حاجه خاصه بالحياه الاجتماعيه والاقتصاديه، فده بيتصاغ بعد فحص ودراسه هذه المستندات او الوثائق، وبعد كده بصنفها طبعا، بقول ان ده خاص بالاقتصاد، ده خاص بالتجاره، ده خاص بالقانون، ده خاص بالمعاملات اليوميه، ده اقعد اصنف، ده تعليمي، ده كذا. عندكم توقعات معينه يا استاذ محمد من الكشف الاثري ده؟ لا والله، هو يمكن يعني حاجه معينه مثلا عشان اقول انه احنا مثلا نقدر نقول ان في نتيجه معينه بكذا، لا، بس انا متاكد 1000000% ان دي وثائق لها اهميه كبيره جدا جدا جدا، وبتلقي الضوء على الفتره ديت او تاريخ مصر في الفتره ديت، ونقدر نقيس عليها باقي الاماكن اللي هي بترجع لنفس العصر اللي هو العصر البطلمي او اليونان الروماني في مصر كلها، الحياه كانت ماشيه ازاي وايه القوانين، لانها تقريبا القوانين بتبقى بتسري على جميع الناس اللي عايشين في نفس الفتره، سواء عايشين في سوهاج مثلا او عايشين في الاقصر او عايشين في اسيوط او في المنيا، هي نفس القوانين اللي بتحكمهم، فده هيبقى وثائق مهمه جدا جدا على تدل على الحياه اللي موجوده في الفتره ديت وتاريخ مصر في الفتره دي. طيب، منطقة آثار الشيخ حمد بالجبل الغربي بمدينة سوهاج زي ما حضرتك قلت منطقة غنية بالآثار، حضرتك قلت إن ده المعبد الفرعي لأنه مش المعبد الرئيسي لسه، المعبد الرئيسي حضرتك قلت إن هو لسه تحت الكشف، هل في أي شواهد تدل على إن المعبد الرئيسي موجود هنا؟ وإيه اللي ينقص هذه المنطقة لكي تسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ اولا احنا بالنسبه للكشف بيقول ان في شواهد موجوده، طبعا موجود الصرح الكبير او البوابه الكبيره بتاعه المعبد الرئيسي، بس طبعا عشان نكشف على حاجه زي كده بتاخد وقت كبير جدا وتاخد ميزانيه كبيره جدا، مش بسهوله ان احنا نقدر يلا شيل التراب ده واكشف واعمل، لا ده طبعا بتاخد دراسات كبيره جدا في الشغل، يمكن يعني اقدر اقول لك مثلا ان مجموعه الاستراكه دي تقريبا 80% منها طلع من مساحه مثلا 50 متر في يعني، او يمكن 20 متر مثلا في 30، يعني مساحه صغيره جدا اللي طلع منها كميه الاستراكه دي، ده دليل على انه لازم نفحص كل ذره تراب بتطلع وتتغربل، كل استراكه او كل حته شقف او فخاره تطلع لازم نشوفها ونقراها ونغسلها، هل فيها حروف ولا لا، هل فيها كتابات ولا لا، او نظهر الكتابات ديت بالتصوير، طبعا في تصوير دلوقتي بيبقى اشعه معينه بتظهر الكتابات اللي موجوده حتى لو هي ضعيفه جدا، فعمليه الكشف بتحتاج وقت كبير جدا، لكن في شواهد، المعبد موجود، البوابه الرئيسيه بتاعه المعبد موجوده، بس كميه رديم رهيبه جدا عبر العصور طبعا، لان المكان اتعرض برضه للمظاهر التلف الكبيره جدا، لانه استخدم في فتره من الفترات كمحاجر الفترة القديمة برضه، يعني حتى في الفترة البيزنطية استخدم كمحجر، واستخدم كمكان للراهبات اللي أو المجموعة المجموعات القبطية اللي كانت بتعيش في الفترة دي، وبعض كمان بعض الأحجار نقلت لبناء دير، هو اسمه الدير الأبيض طبعا مشهور جدا في سوهاج، من المعبد ده برضه اتفكك المعبد واتبنى منه جزء كبير جدا في الدير الأبيض، انما اتحط على التراث العالمي، احنا بيبقى فيه توجه الوزاره مثلا، احنا في حاجه اسمها قائمه الانتظار، بيبقى فيه مجموعه كبيره جدا من الاثار بنحطها على قائمه الانتظار وبيتقدم بيها، لكن هو على قائمه الانتظار دلوقتي؟
لا هو دلوقتي مش على لسه. قائمة الانتظار، بس في أماكن كتيرة جدا بتتحط على طيب قائمة الانتظار، كل سنة بنضيف عظيم، على القائمة دي يعني. كل شكر لك يا فندم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا الأستاذ محمد عبد البديع، شكرا جزيلا لك.